بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحف الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، تبدأ في هذه اللحظات تسليم الجوائز الحاصلين للمراكز الأربعة الأولى ضمن هذا المهرجان الذي قدم من أيادي كريمة ودعم مستمر لهذا الميدان من سعادة الشيخ يعقوب بن محمد الحارثي نائب رئيس مجلس الشورى وممثل ولاية القابل على هذا الدعم الكبير والسخي لرياضة الآباء والأجداد، فندل على شيء فليدل اهتمامك وحبك لهذه الرياضة. شاكرين باسمي وباسم ملاك العجن على هذا الدعم المستمر، وليس مستغرب من دعمك الدائم لهذه الموروث والتشجيع لملاك الهجن. تابعنا وياكم الأشواط على مساري أيضا 15 شوط، وأشواط الأربعة كانت هي سيارة الأشواط الأولى، وبقية الأشواط المراكز الأربعة أيضا مبالغ نقدية وحضور. أيضا نرحب بحضور الشيخ أيضا هنا المتواجدون والقادمون إلى المراكز الأولى المنطلقة. وكان هناك الحاصل للمركز الأول بالشوط الإفكار المفتوح نهب سعيد بن علي بن الحميدي الويفي الحاصل على سيارة. الحاصل على المركز الأول تهانينا وناموس الحمد بن علي الوهيبي. الحاصل على المركز الثاني الشاهنية حمود بن علي الوهيبي. حمود بن علي الوهيبي الحاصل على المركز الثاني. الحاصل على المركز الثالث محمد بن حمود الوهيبي ثالث المراكز. المركز الرابع محمد بن محمد بن ذياب المالكي. شوط الجعدان وكانت الجائزة سيارة للحاصل للمركز الأول شاهين ناصر بن محمد الدويكي. غالب بن ناصر الدويكي من يستلم. المركز الثاني رعد محمد حمود بن حمد بن حمود العويسي. المركز الثالث شاهين ناصر بن حمد الوهيبي. المركز الرابع ذيبان سالم بن محمد الحارثي. ايضا شوطنا النقدي الافكار بيا لطيف بن زعل الوهيبي الحاصل للمركز الاول. لطيف بن زعل الوهيبي المركز الثاني خود سليمان بن سالم المالكي. المركز الثالث مجهول ثالث المراكز مجهول ما سجل اسمه. المركز الرابع عامر بن علي الحجري حاصل المركز الرابع. الشوط الرابع المركز الاول شاهين ناصر بن محمد الدويكي. طيب ناموس ناصر بن محمد دويكي الحاصل على المركز الاول. المركز الثاني حمد بن حمود العويسي حمد بن حمود العويسي. المركز الثالث ثالث المراكز ناصر بن سليم الوهيبي. المركز الرابع علي بن سعيد بشطيط المالكي. المالكي علي بن سعيد بشطيط المالكي. ناموس سعد خير يا ابو
الشوط الخامس المركز الاول الشاهينية ناصر بن محمد الدويكي. ناصر بن محمد الدويكي ابو ثمين الشوط كم عليها الخامس. المركز الثاني جود طاهر بن علي الوهيبي. طاهر بن علي الوهيبي. المركز الثالث شواهين محمد بن سلطان المالكي. المركز الرابع مبارك بن علي بن سالم الوهيبي. هذه جات الصعوب. كم يوم سالم قعدني؟ الشوط الاول المركز الاول صايب محمد بن الحميدي الوهيبي. الحين 43 حلو حلو. النقدي نعم. المركز الثاني خالد بن عيسى المالكي. خالد بن عيسى المالكي. المركز الثالث حمد بن عامر بن علي الحجري أو محمد بن عامر بن علي الحجري. المركز الرابع محمد بن ناصر الدويكي. تستاهل خير يا أبو محمود. محمد بن ناصر الدويكي المركز الرابع. شايبة. لا بعيد رابع. والثاني والخامس الحميد. أنت مصرني ألعب لك. زينب شوف عادلني حاسب اللي لا لا. الشوط المركز الأول في الشوط السابع بدر بن الصغير المالكي. المركز الثاني علي بن سالم الوهيبي. علي سالم الوهيبي. المركز الثالث حمد بن عبد الله بن شطيط المالكي. حمد بن عبد الله بن شطيط المالكي. المركز الرابع حمد بن سالم الوهيبي. حمد بن سالم الوهيبي. دقاضي دقاضي اكس بيود محمد هو اللي قابل كفيدة بدر لا هو اكس بيود اللي فوق برك شوف هني هنا هو مسوي رصره اه هو قابل ودمن اللي يروحون قبله ودمن ود محمد بن سيف. الشوط الثامن منهي سالم بن شطيط المالكي. المركز الثاني محمد بن يمي الوهيبي. محمد بن يميل. المركز الثالث ناصر بن حمد بن راكان. ناصر بن حمد بن راكان. المركز الرابع سعيد بن علي بن الحميدي. الشوط التاسع سمحة حميد بن حمد العامري. المركز الثاني ناصر بن مسعود الدويكي. المركز الثالث سليم بن حمد بن سليم الوهيبي. المركز الرابع منصور بن غدير الوهيبي. رابع المراكز. الشوط العاشر جاكو روان يعني قلت للرابع ما سجلت روان رواني كبكر الا ولدي والله انتين وين المركز الاول محمد بن حميد الدويكي. المركز الثاني سعود بن سالم المالكي. المركز الثالث صالح بن علي الوهيبي. المركز الرابع سالم بن حمد الوهيبي. شوط الصعوب سيارة.
شوط الصعوب. المركز الاول شواهين ناصر بن محمد دويكي على السيارة. المركز الثاني حضور هلال بن محمد بن عامر الحجري. المركز الثالث أحمد بن محمد المالكي. استلم المالكي. المركز الرابع محمد بن الحميد الوهيبي. شوط الجعدان الصعوب. حصل على المركز الاول شاهين ناصر بن حمد الوهيبي. المركز الثاني شايم ناصر بن حمد الوهيبي. المركز الثالث سالم بن شطيط المالكي. المركز الرابع ناصر بن محمد الوهيبي. الشوط النقدي للصعوب الابكار الشاهنية ناصر بن محمد الدويكي. المركز الثاني سالم بن شطيط المالكي. المركز الثالث صالح بن محمد الوهيبي. المركز الرابع حمود بن علي الوهيبي. خلاص امورك طيبة؟ هلا طيب. الشوط الجعدان النقدي الواضح احمد بن محمد المالكي. المركز الثاني صالح بن علي الوهيبي. المركز الثالث ناصر بن علي الوهيبي. المركز الرابع حمد او محمد بن علي الوهيبي. شوط اضافي. منتصر بن محمد الوهيبي المالكي.